بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري. كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا وعليكم وعلى مصر جميعا، وتكون هذه السنه انتهاء لظروف الكورونا، وان شاء الله تكون بالصحه والسعاده والنجاح والتفوق ليكم جميعا. نبدا الموسم الجديد والسنه الجديده في حلقات الإحصاء بحلقة افتتاحية وحلقة تعريفية بموضوعات علم الإحصاء اللي هندرسها وأهمية مادة الإحصاء بالنسبة لنا. في البداية أحب أفكركم بالموضوعات اللي درسناها في الصف الثاني، سواء المتوسطات أو الانحراف المعياري أو التباين أو التماثل والالتواء أو الأرقام القياسية، وبعض الشعب ما درستش الإحصاء هيبتدي يدرس معانا مادة الإحصاء في الصف الثالث. الإحصاء مادة سهلة جدا وجميلة جدا وشيقة جدا، ودرجاتها بتكون إن شاء الله مضمونة، ودايما بنحب نقفل مادة الإحصاء وخمسين من خمسين إن شاء الله. موضوعات مادة الإحصاء في الصف الثالث الثانوي التجاري لشعب الإدارة والتأمينات والتسويق وسوق المال ما عدا شعبة القانون، يعني الإحصاء موجودة في كل الشعب ما عدا شعبة القانون. درجات مادة الإحصاء 50 درجة، ومادة الإحصاء من المواد السهلة اللي الطالب بيحبها ويحب يتعامل معاها، والتمارين كمان بتجيلنا بصورة جميلة، وإن شاء الله إن شاء الله نكون من اللي بيقفلوا مادة الإحصاء 50 من 50، ودايما بتعلي معانا الدرجات. مادة الإحصاء معانا أول باب عندنا في مادة الإحصاء اسمه الاحتمالات. الباب الأول عندي الاحتمالات، ده باب من الأبواب المهمة جدا واللي دايما بنحتاجه في حياتنا. كل يوم في حياتنا شيء بيكون قابل للاحتمالات أو بيكون فيه احتمالات. لو حضرتك الفريق بتاعك بيلعب نهائي بطولة، عندك احتمال إنه يكسب أو يخسر. لو حضرتك بتحل تمرين، عندك احتمال انك تحل التمرين ده صح او تحل التمرين ده يعني يكون فيه بعض الاخطاء او مش صح. عندي كمان زهرة النرد لما بترميها او حجر الطاولة، ده الاحتمالات اللي فيه بتكون واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة، فانت بتشوف هل ده بيكون فيه احتمال عدد فردي ولا احتمال عدد زوجي زي ما هنشوف. يبقى لما هنستعرض مع بعض موضوعات علم الاحصاء بصورة بسيطة، وهنشوف الأسئلة بتيجي على كل باب إزاي، وإن شاء الله النهاردة يكون يوم تعريفي بمادة الإحصاء وسنة سعيدة، ونبدأ مع بعض نشوف الموضوعات اللي عندي في علم الإحصاء. عندي بالنسبة لمنهج الإحصاء للصف الثالث التجاري زي ما احنا شايفين، منهج الإحصاء بيكون أول باب عندي الاحتمالات، تاني باب التوزيع الطبيعي، الباب الثالث بيكون عن العينات، والباب الرابع بيكون عن الارتباط والانحدار، والباب الخامس بيكون عن معادلة الاتجاه العام أو السلسلة الزمنية. لما هنشوف الباب الأول عندي عن الاحتمالات، يعني إيه احتمال؟ يعني إيه فضاء عينة؟ يعني إيه حدث؟ يعني إيه تجربة عشوائية؟ إيه العلاقة بين الأحداث؟ يعني إيه أحداث متنافية؟ يعني إيه أحداث غير متنافية؟ ونشوف الكلام ده في الواقع العملي، هتلاقي نفسك يوميا او كل يوم عندك شيء من الاحتمالات دي في حياتك، او بقيت موضوعات علم الاحصاء سواء الارتباط او الانحدار او السلاسل الزمنيه، كل علم الاحصاء حضرتك بتحتاجه يوميا في حياتك. فلما هنشوف مع بعض موضوعات علم الاحصاء هنلاقي الباب الاول الاحتمال. لما هنبدا نتكلم مع بعض عن موضوع الاحتمال، لازم اعرف اولا يعني ايه احتمال. الاحتمال بالنسبة لي هنشوف موضوع الاحتمال مع بعض، يعني ايه تعريف الاحتمال؟ الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. يبقى لما اجي اقول تاني الاحتمال، ايه هو الاحتمال؟ هقول نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. ده أول حاجة هنبدأ بيه الحلقة بتاعتنا النهاردة، وعرف الاحتمال
بنقول الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية. يعني إيه؟ يعني حضرتك لما تكون عندك فصل فيه 40 طالب، منهم 10 طلاب جابوا 50 من 50 في مادة الإحصاء، قفلوا الدرجات، يبقى عندك النسبة اللي قفلت درجات مادة الإحصاء 10 من 40. يبقى هنا احتمال ان طالب يقفل مادة الإحصاء 10 على 40، يعني 25 من 100. يبقى ايه هو الاحتمال مرة تانية؟ اقول لك ان الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. يبقى لما يجي يقول لي سؤال اكمل عرف الاحتمال، النقط هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية، اقول له ده طبعا تعريف الاحتمال. او ممكن يجي السؤال في صورة عرف الاحتمال، عرف الاحتمال، اقول له الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. وزي ما احنا شايفين في التعريف، الاحتمال ده دايما هيكون نسبة او كسر او واحد صحيح، او الاحتمال بيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. تقول لي يا مستر هو الاحتمال ده ممكن يكون صفر؟ طبعا. يبقى انا عندي لو الاحتمال صفر بنسميه حدث مستحيل. يبقى لو احتمال عندي صفر بسميه حدث مستحيل. يعني ايه حدث مستحيل؟ لا يمكن حدوثه. زي ما حضرتك كده هنشوف التجارب اللي عندي، لو بتفتكر مع بعض المكعب اللي هو مرقم من 1 لـ6 اللي بنسميها زهرة النرد او بنسميه حجر الطاولة، لو رميناه على سطح املس، لو حضرتك رميت زهرة النرد دي او حجر الطاولة ده على سطح املس وملاحظة الوجه العلوي مع بعض كده شطار، نفتكر ممكن يطلع ايه؟ سامع ناس بتقول لي لو رميت الزهر على سطح املس الاحتمال الفضاء العينة ده ممكن يطلع 1 او 2 او 3 او 4 او 5. انا سامع حد قال لي فضاء العينة. يعني ايه بقى فضاء العينة؟ اقول لك ان فضاء العينة عبارة عن جميع النواتج الممكنة. يبقى أنا دلوقتي عرفت فضاء العينة هو إيه؟ جميع النواتج الممكنة، أو هو المجموعة الشاملة. يبقى أنا عندي عرفت تعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية، وعرفت كمان تعريف فضاء العينة. فضاء العينة في أي شيء هو جميع النواتج الممكنة لهذه التجربة. يبقى لو أنت عملت أي تجربة كل النواتج اللي ممكن تطلع من التجربة دي، فضاء العينة بتاع حضرتك هيكون هو جميع النواتج الممكنة. يعني لو رميت زهرة النرد دي على سطح أملس ولاحظت الوجه العلوي، هتقدر تقول لي ان فضاء العينة بتاع زهرة نرد مرة واحدة اقدر اقول ان هو 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6. يبقى دي فضاء العينة بتاع القاء او رمي زهرة نرد مرة واحدة. سمع ناس بتقول لي ده ممكن يكون السطح العلوي ده يظهر عليه عدد فردي، يظهر عليه عدد فردي. اقول لك برافو عليك. سمع طالب تاني يقول لي طب ما هو كان ممكن يظهر عدد زوجي، تمام، او يظهر عدد اولي. تعالوا برضو يعني نبتدي كده نمشي واحدة واحدة مع الأحداث دي، ونعرف يعني إيه عدد فردي، ونعرف يعني إيه عدد زوجي، ونعرف يعني إيه عدد أولي. كلنا شطار وعارفين إن العدد الفردي هو العدد الذي لا يقبل القسمة على 2. أي عدد ما يقبلش القسمة على 2 يعتبر عدد فردي، يعتبر عدد فردي. يبقى اي عدد في الدنيا ما يقبلش القسمة على 2 ده بنسميه عدد فردي. يبقى لنا وانا سألتك دلوقتي وقلت لك ايه الاعداد الفردية اللي عندك في تجربة القاء زهرة نرد مرة واحدة، تقول لي الاعداد الفردية اللي عندي يا اما تكون 1 او 3 او 5. يبقى عندك فضاء العينة كله 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6. طيب هنا الأعداد الفردية زي ما قلنا هي الأعداد التي لا تقبل القسمة على 2.
يبقى العدد الفردي عدد لا يقبل القسمة على 2. يبقى سعادتك كده عرفت العدد الفردي هو العدد الذي لا يقبل القسمة على كام؟ على 2. طيب في حاجة اسمها العدد الزوجي. طبعا احنا عارفين طبعا العدد الزوجي ده اللي هو الاعداد التي تقبل القسمة على 2. زي ايه؟ زي الاثنين، زي الاربعة، زي الستة. يبقى انا عندي الاعداد الفردية لا تقبل القسمة على 2 زي الواحد، ثلاثة، خمسة. نقولهم تاني مع بعض. العدد الفردي هو العدد الذي لا يقبل القسمة على 2 مثل الواحد والثلاثة والخمسة. أما العدد الزوجي هو العدد الذي يقبل القسمة على 2 زي 2 و4 و6. طيب كنت سمعت حضرتك بتقول لي في عدد أولي. إيه العدد الأولي؟ العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح. طيب في اعداد ما تقبلش القسمة الا على نفسها وعلى الواحد الصحيح؟ طبعا في اعداد ما تقبلش القسمة الا على نفسها وعلى الواحد الصحيح. زي ايه العدد الاولي او زي ايه الاعداد اللي ما تقبلش القسمة الا على نفسها وعلى الواحد الصحيح؟ اقول لك زي الاثنين وزي الثلاثة وزي الخمسة. ده بنسميه عدد اولي. يبقى العدد الاولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة الا على نفسه وعلى الواحد الصحيح، بشرط ان يكون ليه عاملين. معنى كلامك يا مستر ان لازم العدد الاولي يكون ليه عاملين؟ اقول لك طبعا. زي ايه؟ الاثنين، العوامل بتاع الاثنين ايه؟ 1 في 2. زي التلاتة، 1 في 3. زي الخمسة، 1 في 5. خدت بالك عاملين؟ الواحد والخمسة، الواحد والتلاتة، الواحد والاثنين. يبقى العدد الاول لازم يكون ليه عاملين. طب انت ليه بتأكد على المعلومة دي يا مستر؟ لان حضرتك في ناس كتير معتقدة ان الواحد عدد اولي، ان الواحد ما بيقبلش القسمة الا على نفسه. طيب ما هو كده يبقى عدد اولي. اقولك لا، الواحد مش عدد اولي لان عدد عوامل الواحد هو 1 في 1. يبقى كم عامل؟ قلت لي عامل واحد، يبقى ما ينفعش يكون عدد اولي. يبقى العدد الاولي هو عدد لا يقبل القسمة الا على نفسه وعلى الواحد الصحيح. وخلي بالك بشرط يكون له عاملين علشان ساعتها نقدر نقول ان الواحد مش عدد اولي. يبقى الواحد عندي كده مش عدد اولي. اما الاعداد الاولية هي الاثنين والتلاتة والخمسة. نلاحظ ان العدد الزوجي الوحيد اللي يصلح ان يكون عدد اولي هو الاثنين. يبقى الاثنين ده عدد زوجي واولي. عدد زوجي واولي في نفس الوقت؟ طبعا، لان الاثنين عدد زوجي والاثنين عدد اولي، او تقاطع الاعداد الزوجية مع الاعداد الاولية هيكون هو الاثنين. يبقى احنا كده اتفقنا مع بعض ان انا عندي تعريف الاحتمال، عندي تعريف فضاء العينة، ونقولهم مع بعض تاني عشان الناس الشطار تحفظهم معانا. الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. يبقى الاحتمال طبعا نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. وكمان من خصائص الاحتمال ان هو لا يزيد عن الواحد الصحيح. مش ممكن الاحتمال باي حال من الاحوال يزيد عن الواحد الصحيح. وكمان لا يوجد احتمال سالب، مش ممكن ينقص عن الصفر. يبقى الاحتمال دايما هيكون كسر يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح. يعني اكبر قيمة للاحتمال هتكون 1 صحيح، واقل قيمة للاحتمال هتكون 0. بين الصفر والواحد الصحيح هيتراوح بقى الاحتمال اللي عندي، يطلع بقى 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10، 1 صحيح. مش ممكن يزيد عن الواحد الصحيح. يبقى لما اسألك تاني ايه هو تعريف الاحتمال، على طول تقول لي تعريف الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الشاملة او المجموعة الكلية. طب ايه هو فضاء العينة؟ قلت لي طبعا بكل سهولة، فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة. يبقى فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة. خلي بالك كمان في نقطة مهمة جدا، ان فضاء العينة بتاعك ده كنت ممكن تسميه المجموعة الشاملة. تسميه المجموعة الشاملة ليه؟ لانه بيشمل كل الارقام اللي عندك او كل
الأحداث اللي موجودة عندك في التجربة. يبقى فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة، ده إجابة صحيحة. هو فراغ العينة برضو يسمى فراغ العينة، أو هو المجموعة الشاملة ويرمز له بالرمز فيه. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض تعريف الاحتمال. الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية. عرفنا كمان تعريف فضاء العينة، هو المجموعة الشاملة أو هو جميع النواتج الممكنة. طب أنا سامع حضرتك بتقول لي تجربة، سامعك بتقول لي كلمة تجربة. يعني إيه تجربة؟ تقول لي في حاجة اسمها التجربة العشوائية. إيه هي التجربة العشوائية؟ أقول لك هي تجربة معلوم مسبقا. يعني إيه مسبقا؟ يعني قبل ما أعملها. التجربة العشوائية هي تجربة معلوم مسبقا قبل إجرائها جميع النواتج. قبل ما أعملها أنا عارف إيه اللي هيحصل، بس دون الجزم أي منها سوف يقع. يبقى التجربة العشوائية هي تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها دون الجزم أي منها سوف يقع. دي اسمها التجربة العشوائية. زي ايه يا مستر؟ وضحها لي كده شوية. هقول لك لو انت مسكت زهرة النرد دي او حجر الطاولة وهترميها كده على سطح املس، تقدر تقول لي ايه اللي هيطلع؟ تقول لي من قبل ما ارميها انا عارف اللي هيطلع، يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة يا اما اربعة يا اما خمسة يا اما ستة. برافو عليك، انت عارف كل النواتج اللي هتطلع قبل ما تطلع ايه؟ صح جدا. بس تقدر تحدد لي رقم كام بالظبط اللي هيطلع على السطح العلوي؟ تقول لي لا، الله اعلم. ايه اللي حصل هنا؟ انت قلت جميع النواتج اللي ممكن تطلع، بس ما قدرتش تجزم اي منها سوف يقع. مش قادر بالظبط تقول هو الواحد اللي هيظهر ولا الاثنين ولا التلاتة ولا الاربعة ولا الخمسة ولا الستة. يبقى هنا انت عارفهم كلهم، بس ما تقدرش تحدد مين فيهم اللي هيقع بالفعل. لذلك تعريف التجربة العشوائية كان ايه؟ هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا دون الجزم ايا منها سوف يقع. دي التجربة العشوائية. يبقى كده مع بعض قدرنا نعرف الاحتمال، قدرنا نعرف فضاء العينة، قدرنا نعرف التجربة العشوائية. وهتلاحظ ان كل الحاجات اللي بنقولها دي موجودة في يومك. يومك بيعدي على خير وسلام ان شاء الله، تلاقي نفسك فرقتك هتلعب، انت عارف يعني متوقع كل الاحتمالات. الفرقة اللي انت بتشجعها هتلعب النهاردة، تقول لي ممكن نكسب او نخسر، يبقى دي فوز او هزيمة، خلاص انت عارف. طب ايه اللي هيقع بالظبط؟ تقول لي مش متأكد، بس يعني اقدر اقول لك كل الاحتمالات. يبقى دي اسمها التجربة العشوائية. يعني ايه تجربة عشوائية تاني؟ تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها. لو طلعت عملة معدنية من جيبك دلوقتي وليكن الجنيه، العملة المعدنية دي هتلاقي الوجه في وجه فيهم عليه صورة ووجه عليه كتابة. العملة ليها وجهان، صورة. وبالمناسبة عايزين نتعود مع بعض على ان كلمة صورة يرمز لها بالرمز صاد. طب الكتابة يرمز لها بالرمز كاف. يبقى العملة لها وجهين، اللي مكتوب عليها واحد جنيه دي يبقى دي اللي هي الكتابة، اللي مرسوم عليها الملك او الصورة دي اسمها صورة، دي اسمها صورة. يبقى انا عندي وجهين العملة بنرمز للوجه اللي عليه الصورة بصاد والوجه اللي عليه الكتابة بكاف، يبقى دي اسمها صورة وكتابة. لو انا بقى قلت لك يعني عرف لي التجربة العشوائية في قطعة النقود دي، تقول لي فعلا انا قبل ما ارمي قطعة النقود لو عملناها كده وشفنا الوجه العلوي، تقول لي انا قبل ما ارمي قطعة النقود انا عارف كل اللي هيحصل. اقول لك ازاي؟ قلت لي هي مش هتطلع يا صورة يا كتابة، مش ممكن تطلع حاجة غير كده. يبقى التجربة العشوائية هنا معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها. قبل ما ارمي قطعة النقود انا عارف ايه اللي هيطلع، يا صورة يا كتابة، بس دون الجزم ايا منها سوف يقع. ما اقدرش بقى يعني اخمن بالظبط، ما اقدرش اقول بالظبط بالتحديد ان ايه اللي هيقع في الصورة او الكتابة. خد بالك ان في التجربة العشوائية انت عارف كل حاجة، ولكن دون ما تقدرش تجزم ان ايه اللي هيحصل بالظبط. يبقى كده عرفنا الاحتمال
قلنا الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية، ده كان تعريف الاحتمال. وبعد كده عرفنا فضاء العينة، وقلت فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة أو المجموعة الشاملة. وزي ما قلت لك في ناس بتسمي فضاء العينة فراغ العينة، صح جدا، وممكن نستخدم الرمز أو الحرف فيه للرمز إلى فضاء العينة، يبقى فيه بيرمز إلى فضاء العينة. عندي كمان بعض التعريفات اللي ممكن تقابلنا في منهج الإحصاء زي تعريف الحدث. إيه هو الحدث؟ الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة، يبقى الحدث بتاعنا جزء من فضاء العينة، يبقى ده ممكن يمشي تعريف طبعا. لما اجي اقول لك ايه هو الحدث تقول لي هو جزء من فضاء العينة او هو مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة، يبقى حتة من فضاء العينة كله. لذلك لما حضرتك هترمي زهرة النرد وقلت لك خلاص قول لي فضاء العينة، هتقوم مايل لي فضاء العينة في زهرة النرد هو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. طب لو قلت لك ظهور العدد 2 تقول لي ده جزء من فضاء العينة، يبقى ده حدث، يبقى ده حدث ظهور عدد زوجي وأولي في نفس الوقت. طب لو قلت لك حدث ظهور عدد فردي تقول لي العدد الفردي يا إما 1 أو 3 أو 5، يبقى كلنا شطار وعرفنا العدد الفردي هو إيه، طبعا الذي لا يقبل القسمة على 2. ولما قلت لك عدد فردي قلت لي يا 1 يا 3 يا 5، لو قلت لك عدد يقبل القسمة على 3 قلت لي هما في عددين بس في التجربة بتاعتنا دي اللي بيقبلوا القسمة على 3. طب زي ايه؟ قلت لي 3 و6، عددين بيقبلوا القسمة على الكام؟ على 3، اللي هما 3 و6. يبقى كده عرفنا 4 تعريفات معانا لحد دلوقتي، عرفنا الاحتمال، عرفنا فضاء العينة، عرفنا التجربة العشوائية، عرفنا الحدث. طيب الحدث ده مش ممكن يكون ليه اقسام؟ طبعا ليه اقسام، يعني الحدث او ليه تفريعات منه، في حاجة اسمها حدث مؤكد، وفي حاجة اسمها حدث مستحيل، وفي حاجة اسمها حدث محتمل. لا بالراحة يا مستر كده علينا، يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا ايه الحدث عبارة عن ايه؟ قلنا الحدث هو مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة او جزء من فضاء العينة. تمام جدا، تمام جدا، يبقى انت عرفت الحدث هو جزء من فضاء العينة. ايه بقى تعريفات الاحداث دي، او ايه هو الحدث المؤكد وايه هو الحدث المستحيل وايه هو الحدث المحتمل؟ لو هنمشي بالتقسيمة دي هقول لك يعني ايه حدث مؤكد. الحدث المؤكد ده هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. لا مش فاهم يا مستر، يعني لما اقول في تجربه القاء زهره نرد مره واحده، لما اقول في تجربه القاء زهره نرد مره واحده، حضرتك هتقول لي فضاء العينه ايه؟ سامعك وانت بتقول لي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. تمام جدا، انت كده قلت جميع النواتج الممكنه وده فعلا فضاء العينه. طيب لما جينا بقى نقول حدث، قلت الحدث لازم يكون مجموعة جزئية من فضاء العينة. تمام، طب لو كان الحدث هو فضاء العينة نفسه يعني يا مستر، يعني لو قلت لك في تجربة إلقاء قطعة لو قلت لك في تجربة إلقاء زهرة نرد، في تجربة إلقاء زهرة نرد مرة واحدة، قلت لي فضاء العينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. هنا بقى لو انا سألتك سؤال لذيذ جدا وقلت لك عايز حدث الحصول على رقم اقل من 7، رقم اقل من كام؟ من 7. قلت لي ما هو اقل من 7 يبقى 6 و5 و4 و3 و2 و1. طب ينفع ارتبهم يا مستر؟ طبعا ينفع، 1 و2 و3 و4 و5 و6. انت لاحظت هنا ان نفس الاعداد اللي موجودة في الحدث هي نفس الاعداد اللي موجودة في فضاء العينة. يبقى حضرتك تقول لي ايه؟
هتقول لي الاعداد اللي موجوده في الحدث كانت 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6، والاعداد اللي موجوده في فضاء العينه 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6. يبقى هنا الحدث هو هو فضاء العينه. ده نسميه ايه؟ تقولي ده حدث مؤكد، ده لازم يحصل. صح جدا. يبقى الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينه، فيه عناصر فيه ولازم هيحصل. زي لما اقول لك حدث ظهور الشمس نهارا، طب ما طبعا لازم الشمس تظهر نهارا، يبقى ده حدث مؤكد. طيب لو انا قلت لك بقى حط لي تعريف للحدث المؤكد، او اجي اقول لك في الامتحان مثلا، عندي امتحان سابق قال لي عرف الحدث والحدث المؤكد، مش هم هم؟ اقول لك لا طبعا مش هم هم، طبعا ده مختلف تماما عن ده. يعني ايه حدث؟ هو جزء من فضاء العينة او مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة. كلام كويس جدا. ده مين؟ ده الحدث عامة. اما الحدث المؤكد اللي احنا هنتكلم عليه براحتنا خالص، بنقول هو حدث عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. يبقى الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. كمان حضرتك قلت ان في حدث مستحيل. في حاجة اسمها حدث ايه؟ مستحيل. يعني ايه حدث مستحيل؟ هو حدث لا يمكن وقوعه ابدا، مش ممكن. يبقى انا عندي الاحداث او تعريف الحدث هو مجموعة جزئية من فيه، او مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة. والحدث المؤكد هو حدث عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. طيب عندي حاجة اسمها الحدث المستحيل اللي احنا قلنا عليه. ايه هو الحدث المستحيل؟ هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه. وخلي بالك رمز الحدث المستحيل اسمه فاي، او المجموعة الخالية. يعني مجموعة خالية مش موجودة، مجموعة فاضية ما فيهاش حاجة، يبقى ده اسمه حدث مستحيل. طيب خد بالك في التجربة اللي احنا اشتغلنا حلقتنا عليها وعمالين نعيد ونزيد فيها، اللي هي تجربة إلقاء أو رمي زهرة نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي. انت هترمي زهرة النرد كده، خلاص كلنا شطار. لو سألت أي حد في اللي بيسمعونا دلوقتي ايه فضاء العينة؟ الفه بتساوي ايه؟ سمعك وانت بتقول لي فه بتساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. خلاص أنت قلت الفه كلها. طيب هل فيها أحداث مستحيلة؟ طبعًا في أحداث مستحيلة في الفضاء اللي إحنا قلناه. زي إيه يا مستر؟ أقول لك حدث الحصول على رقم 7. حدث الحصول على رقم 7. دور كده على الأرقام اللي عندك 7. قلت لي هدور. ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6. لقيت السبعة؟ قلت لي ما حصلش ومش ممكن يا مستر، بقى مستحيل يظهر السبعة معايا. ليه؟ لان المكعب اللي عندك او زهرة النرد اللي عندك مرقمة بالارقام من 1 ل6، يبقى استحالة يظهر عندك رقم 7. لذلك ده هو اللي حضرتك قلته، ده هو تعريف الحدث المستحيل، هو حدث لا يمكن وقوعه. يبقى هنا مش موجود في فضاء العينة. اجيبه منين؟ مش موجود، يبقى اسمه حدث مستحيل. اسمه حدث مستحيل. طيب خد بالك معايا لما نيجي نتكلم تاني عن الحدث المستحيل، تقول لي حدث عناصره غير موجودة في عناصر فضاء العينة. طيب كده انا قلت قلت نوعين من انواع الاحداث. في بقى نوع ثالث من انواع هذه الاحداث اسمه الحدث المحتمل. الحدث المحتمل يعني ايه حدث محتمل؟ يعني حدث يمكن ان يقع ويمكن ان لا يقع. مش فاهم يا مستر. يعني لو حضرتك قلنا دلوقتي ان زي ما قلنا المثال بتاع اول حلقتنا، فريق الكوره بتاعك اللي بتشجعه هيلعب، تقول لي انا فرقتي النهارده ممكن تكسب وممكن تخسر. ليه؟ يبقى ده اسمه حدث محتمل يقبل الاحتمالين.
ممكن يقع وممكن لا يقع. طيب يبقى هنا الحدث المحتمل ده ممكن يقع بالفعل وممكن ما يقعش، يبقى ده موجوده يعني احتمال وجوده بيتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، ممكن يقع فعلا وكمان ممكن لا يقع. زي ما اقولك انا هرمي الظهر وعايز اطلع رقم 3، ممكن حظك كده يضرب والظهر يقف معاك على الوجه العلوي عند رقم 3، يبقى ده وقع اهو. بس كمان خلي بالك ممكن الظهر يجي اي رقم تاني غير الثلاثة، يبقى ما وقعش. يبقى هنا الحدث المحتمل هو حدث يمكن وقوعه او يمكن عدم وقوعه. كده احنا عرفنا ثلاث انواع من الاحداث. ايه هما تاني بقى نفتكرهم مع بعض؟ الاول فكرني بتعريف الحدث نفسه. تعريف الحدث هو ايه؟ قلت لي هو مجموعة جزئية من فضاء العينة. تعريف الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة. يبقى لما هنرجع تاني كده من اول التعريفات اللي احنا قلناها مع بعض اهو، تعريف الاحتمال. خد بالك كده على الشاشة ايه هو تعريف الاحتمال. قلت لي الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية. طيب تاني تعريف عندي كان حاجة اسمها التجربة العشوائية. التجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا، قلنا قبل ما اعملها انا عارف ايه اللي هيحصل. يعني حد بتشرح لحد مسألة ممكن يفهمها وممكن ما يفهمهاش، ما انت عارف كل اللي هيحصل. بترمي جنيه ممكن يطلع صورة وممكن يطلع كتاب، بترمي زهرة نرد ممكن يطلع واحد او يطلع اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. خد بالك يبقى هنا التجربة العشوائية هي تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها قبل اجرائها، قبل ما اعملها، بس دون الجزم ايا منها سوف يقع. خد بالك تاني عرفنا حاجة جميلة جدا اسمها فضاء العينة. لما قلنا هو جميع النواتج الممكنة او ممكن نسميه فراغ العينة او المجموعة الشاملة ونرمز له بالرمز فيه. لما جينا بقى نعرف الحدث، قلنا الحدث هو جزء من فضاء العينة. طيب في كمان عرفنا الحدث المؤكد، وقلنا الحدث المؤكد هو الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة او فضاء العينة. طيب احتمال الحدث المؤكد، قلت لي ما احنا قلنا ان الحدث المؤكد يعني لازم يقع، يعني مؤكد الحدوث، يبقى احتماله واحد صحيح. يبقى لما يقول لك الحدث الذي احتماله واحد صحيح يسمى حدث، تقول له يسمى حدث ايه؟ طبعا برافو عليك، يسمى حدث مؤكد. او يقول لك الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة، طبعا هو ده الحدث المؤكد. يبقى هنا الحدث المؤكد ده نسبته 100%، ده لازم هيقع. يبقى هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة. احنا قلنا ثلاث انواع من الاحداث، في حدث مستحيل ده مش ممكن يقع اللي هو الفاي، وخلي بالك احتمال الحدث المستحيل دايما يساوي صفر. احتمال الحدث المستحيل دايما يساوي صفر. وقلنا كمان يبقى ايه تعريف الحدث المستحيل قبل ما نسيبه؟ الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه ابدا مطلقا، مش ممكن يحصل. اما الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فيه، يعني حدث هيحصل هيحصل، ما هو كله موجود في الفه. طيب احتمال الحدث المستحيل كام؟ قلت لي طبعا صفر. ممكن يجي لك سؤال يقول لك احتمال الحدث المستحيل يساوي؟ طبعا صفر. طب احتمال الحدث المؤكد؟ قلت لي واحد صحيح. وبعدين يبقى كده خدنا تعريف الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فيه. بعد كده خدنا حاجة مهمة جدا اللي هي الحدث المحتمل. الحدث المحتمل يعني ايه محتمل؟ يعني يمكن وقوعه ويمكن عدم وقوعه، احتمال يقع او احتمال لا يقع. زي فوز فريق ممكن يفوز وممكن يخسر، ما عنديش مشكلة. زي دخول طالب الامتحان، احتمال انه ينجح او احتمال الرسوب. يبقى دي اسمها ايه؟ حدث محتمل، ممكن يقع وممكن لا يقع، يبقى ده اسمه حدث محتمل.
يبقى الحدث المحتمل هو الحدث الذي يمكن وقوعه أو عدم وقوعه. عندي كمان ده الحدث المؤكد قلناه، تعريف الحدث المستحيل عشان اللي عايز يكتب ورانا، هو الحدث الذي لا يمكن حدوثه أبدا ودايما احتماله يساوي صفر، زي ما عرفنا الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة ويكون احتماله يساوي الواحد الصحيح. عندي كمان الحدث المستحيل، الحدث الذي لا يمكن حدوثه أبدا واحتماله يساوي صفر. طيب عندي تمرين جميل جدا برضو ممكن يعني نتكلم عن الإحصاء فيه، عند رمي حجر نرد مرة واحدة قبل ما تكمل انت خلاص حفظت فضاء العينة بتاع هذه التجربة. لما اقول لك حجر نرد مرة واحدة على طول تقول لي فضاء العينة بتاعي هيكون يا اما واحد يا اما اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. طبعا ما اقدرش اكمل لان فضاء العينة اخره عندي كام؟ ستة. خد بالك ايه المطلوب بقى، قال لي الحدث الف ظهور العدد اتنين. طب خد بالك انت عملت فضاء العينة وقلت ان فضاء العينة بيساوي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. لما اجي اطلب منك بقى ظهور العدد اتنين تقول لي حددت خلاص هو الاتنين، يبقى هنا الحدث هيكون ايه؟ اتنين فقط. تعمل قوس كده وتحط جوه كام؟ اتنين. الاتنين دي ظهرت او اتكررت كام مرة في فضاء العينة؟ عدها كده موجودة؟ قال لي اه طبعا موجود الاتنين بس كانت موجودة مرة واحدة. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ بعد عناصر الحدث وعد عناصر فضاء العينة. عناصر الحدث كام عنصر؟ قلت لي عنصر واحد. وعناصر فضاء العينة كام عنصر؟ قلت لي ست عناصر. يبقى الاحتمال بيساوي الممكن على الكل، يعني واحد على ستة. لذلك لما جينا نحل وقلنا انا عاوز اعمل فضاء العينة، سيادتك بمنتهى البساطة قلت لي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. طيب ده كده فضاء العينة. عاوز ايه بقى؟ حدث ظهور العدد اتنين. حدث ظهور العدد اتنين. حدث ظهور العدد اتنين هتقول لي ايه؟ الاتنين فقط. الاتنين فقط. شفت؟ خد بالك كده لما عملنا قوس اهو بعد كلمة حدث ظهور العدد اتنين عملت قوس وحطيت ايه؟ اتنين فقط، لان هو كان طالب حدث ظهور العدد اتنين. وكمان طالب حدث كمان جميل قوي، الحدث به ظهور العدد اتنين على الاكثر. عايزين نقف عند الكلمة دي كده ونقول يعني ايه على الاكثر. كلمة على الاكثر معناها ايه؟ خد بالك انا بقول لك اتنين بالكتير على الاكثر، مش ممكن يظهر اكتر من الاتنين، بس انا ما قلتش مش ممكن يظهر اقل من الاتنين. يبقى اتنين على الاكثر دي معناها ايه؟ كلمة اتنين على الاكثر، يبقى اخد الاتنين واللي قبلها. اتنين على الاكثر يبقى خدت الاتنين وخدت الواحد، يبقى هنا اتنين على الاكثر ايه هما؟ الواحد والاتنين او الاتنين والواحد. يبقى خدنا بالنا ان كلمة على الاكثر باخد الرقم اللي قال عليه، هو قال اتنين على الاكثر، اخد الاتنين وابتدي انزل. ما هو كلمة على الاكثر معناها فاقل، معناها ايه؟ فاقل. كلمة على الاكثر معناها كلمة فاقل او بتساوي كلمة فاقل. يبقى خدت الاتنين وخدت الواحد وانا نازل كده. طب استناني، يعني حضرتك قلت اتنين على الاكثر، اروح قايل لك اتنين وواحد. برافو عليك، برافو عليك. يبقى تاخد الاتنين والواحد عشان هو قال اتنين على الاكثر. نرجع تاني للتمرين بتاعنا لما قال ايه؟ قال انا عاوز احتمال حدث ظهور العدد اتنين. حدث ظهور العدد اتنين كده هو حدد، بس عايز الاتنين بس. هتروح قايل له ايه؟ اتنين فقط.
عشان هو ما قالش حاجة غير ظهور العدد 2، يبقى حضرتك هتقول لي 2 فقط. طيب خد بالك بقى لما قال الحدث به ظهور العدد 2 على الأكثر، خد بالك كلمة 2 على الأكثر تحولها انت او بدماغك 2 في أقل. مين اللي أقل من الاتنين؟ قال لي الواحد. قال لي مين؟ الواحد. يبقى هاخد الاتنين وهاخد الواحد، يبقى كده حدث ظهور العدد 2 فأكثر، قلت الواحد والاتنين، يبقى كده حدث ظهور العدد 2 فقط يبقى هو 2، حدث ظهور العدد 2 على الأكثر قلت 1 و2. طب خد بالك بقى طلب مطلوب كمان قريب من الشكل ده، ولازم حضرتك برضو تاخد بالك من المصطلحات والألفاظ. الحدث جيم ظهور العدد 2 فأكثر، خدت بالك ان قال فأكثر، ما قالش على الأكثر، قال 2 فإيه؟ فأكثر. يبقى هتبدأ بالاتنين وتاخد الأكثر منها، يبقى قول لي 2 و 3 و 4 و 5 و 6، خدته كله ما عدا الواحد. تاني يا مستر، تاني بتقول لي 2 على الأكثر، بالكتير 2، يبقى 2 و 1. طب 2 فأكثر؟ لا، ده 2 و 3 و 4 و 5 و 6، يبقى فرق بين كلمة على الأكثر وكلمة فأكثر. كلمة على الأكثر قلت 2 واللي قبلها، كلمة فأكثر قلت 2 واللي بعدها. طب خدت بالك لما قالك 2 فقط يبقى هي الاتنين ومفيش حد تاني معاها. طيب يبقى انت كده هتقول لي 2 على الأكثر، يبقى حضرتك عاوز تقول 2 على الأكثر اللي هي 1 و2، و2 فأكثر اللي هي 2 و3 و4 و5 و6. طب حدث ظهور عدد اكتر من 2، يعني ايه اكتر من 2؟ خد بالك بقى، هو هنا مش عاوز الاتنين معانا، ده عايز الاكتر من 2، يبقى 3 و4 و5 و6، يبقى خدت كل الاكتر من 2 اللي هم ايه؟ 3 و5 و6. خد بالك كويس، انا كده تعرضت 2 جبت له 2، 2 على الاكثر خدت 2 والواحد، 2 في أكثر خدت 2 والأربعة والخمسة والستة. طب أكتر من 2، أكتر من، يبقى أخد اللي أعلى من الرقم اللي هو قايل عليه، يعني 3 والأربعة والخمسة. يبقى كده حضرتك يا مستر كلمتنا عن تجربة إلقاء زهرة نرد مرة واحدة. بس خد بالك زي ما اتفقنا إن منهج الإحصاء منهج قائم على الفهم والتحليل، لازم حضرتك تفهم حاجة كويسة جدا، إن مش هحفظ مسألة، مش ممكن أحفظ تمرين. أنا ممكن أحفظ قانون وبرضه هنفهمه إن شاء الله، إنما أحفظ تمرين دي مش ممكن. أنا عاوز أفهم التمرين بيقول إيه علشان أتعامل معاه. يعني تمرين زي اللي فات، كنا أول الحلقة قلنا في تجربة إلقاء زهرة نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي، اكتب حدث ظهور عدد فردي. قلت لي حدث ظهور عدد فردي احنا عارفينها كلنا، 1 و3 و5، او حدث ظهور عدد زوجي قلت له 2 و4 و6، او حدث ظهور عدد اولي قلت 2 و3 و5. طب هنا ايه اللي هيحصل؟ هل فضلت المسألة على حالها ومفيش صورة تانية للمسألة دي؟ لا طبعا، ده نفس المسألة هي. قال لك في تجربة إلقاء زهرة نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي، ايه بقى المطلوبات اللي عندي؟ قال لي لا، ده طالب حاجة جميلة اوي، ظهور العدد 2 او ظهور 2 فأكثر او ظهور 2 على الأكثر. يبقى كده حضرتك بتتكلم ان المسألة ممكن يتغير المطلوبات، وممكن بيجيبش دول كمان، يقول لي ظهور عدد يقبل اسم على 3، يبقى 3 و6، ظهور عدد يقبل اسم على 6، مفيش غير 6 اللي عندي، ظهور عدد يقبل اسم على 5، مفيش غير 5 اللي عندي. يبقى في اعداد عندك لها طبيعه خاصه، لازم تفهم وتحلل السؤال عاوز ايه علشان حضرتك تقدر تتعامل مع ماده الاحصاء، لان ماده الاحصاء ماده
فهم وتحليل واستنتاج. يبقى لازم حضرتك تركز جدا 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 في السؤال، منطوق السؤال عايز ايه، منطوق المطلوب عاوز ايه، انت عاوز حدث ولا حدث مؤكد ولا حدث مستحيل. قلت لي والله انا عايز حدث مؤكد، يبقى كل اللي موجود عندي في فضاء العينه هو النفس اللي موجود في الحدث المؤكد. طب عاوز حدث مستحيل، يبقى لازم يكون حدث مش موجود في فضاء العينه، لا يمكن ظهوره في فضاء العينه، يعني فاي مجموعه الخليه. طب عاوز حدث محتمل، يعني يمكن ظهوره ويمكن لا ولا ويمكن عدم ظهوره. وبالمناسبه الحدث المؤكد من الاحداث اللي لازم عناصره تكون كل عناصر فضاء العينه، اما الحدث المحتمل عناصره مش كل فضاء العينه بس موجوده داخل فضاء العينه، اما الحدث المستحيل عناصره مش موجوده داخل فضاء العينه لذلك لا يمكن حدوثه ابدا. يبقى خد بالك كده مع بعض، نرجع تاني نشوف منهج الاحصاء اللي عندي او الحلقه الافتتاحيه دي بتتكلم عن ايه في منهج الاحصاء. منهج الاحصاء عندي بيتكلم عن ابواب جميله جدا. اول باب خدنا فكره عامه، احنا كده لسه مش بنشتغل، احنا لسه عندنا تمارين كتيره جدا وافكار كتيره، وهنتعلم مع بعض ازاي نفهم تمرين الاحصاء هو طالب مني ايه، وافكر واشتغل على نفسي كتير وابتدي اخلي دماغي تحلل وتشوف الاحصاء دي فهم، لان الاحصاء مش ممكن تتحفظ، لا الاحصاء ولا الرياضه. طبعا ده الكلام ده قلناه من الحلقات القديمه والسنين اللي فاتت وحلقات سنه تانيه، الاحصاء ماده فهم وابتكار، لذلك في حاجات كتيره جدا هتبقى انت واخدها بطريقه، ولما يجي لك سؤال لازم تفكر. زي احنا قلنا في تجربه فضاء العينه، في تجربه القاء زهره نرد مره واحده، لما سالتك دلوقتي ولو سالتك دلوقتي حالا هتقولي خلاص انا حفظتها منك الحلقه دي، وبتقول الفه بتساوي واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه او سته، خلاص انا حفظتها. طب افرض بقى انا حطيت لك سؤال اهو وبقول لك صندوق به كرات مرقمه من واحد لتسعه، اكتب فضاء العينه، سعادتك هتقول لي ايه؟ من واحد لاتنين لتلاته اربعه لخمسه سته، يبقى انت كده حفظت المساله اللي انت خدتها. حفظت ازاي؟ اي ايوه طبعا، هناك في التمرين احنا قلنا ايه؟ زهره نرد، فعشان كده معروف ان زهره نرد اخرها سته، انما هنا في التمرين بتاعنا انا بقول لحضرتك صندوق به كرات مرقمه من واحد الى تسعه، يبقى في الحاله دي تقول لي فضاء العينه واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه او سته او سبعه او تمانيه او تسعه. ازاي يا مستر كده، ده احنا واخدينهم لحد ستة. لا حضرتك واخد لحد ستة في تجربة زهرة النرد، انما صندوق بيه كرات مرقمة من واحد لتسعة يبقى هنا فضاء العينة من واحد لتسعة، صندوق بيه كرات مرقمة من واحد لخمسة يبقى هنا فضاء العينة من واحد لخمسة، واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة. لذلك ركز جدا 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 في المطلوب وعايز ايه، لازم تقرأ المسألة براحتك وبهدوء. يبقى اول موضوع عندي من موضوعات علم الإحصاء كان موضوع الاحتمالات، وبعدين لما اتكلمنا عن الاحتمالات قلنا حاجات كتير جدا فيها كتمهيد للدخول في باب الاحتمالات. لذلك لما هاجي هشوف منهج الإحصاء مرة تانية على الشاشة اهو، منهج الإحصاء شوف الأبواب بقى اللي هندرسها السنة دي مع بعض، هقول لك منهج الإحصاء بينقسم إلى، ينقسم إلى إيه؟ ينقسم إلى عدة أبواب مهمة جدا وسهلة جدا هنشوفها على الشاشة اهي. بنقول الباب الأول أول باب الاحتمالات، والباب الثاني التوزيع الطبيعي، والباب الثالث العينات، والباب الرابع الارتباط والانحدار، وده باب جميل جدا جدا وسهل جدا، وكل الأبواب طبعا سهلة، والباب الخامس السلاسل الزمنية. ده التقسيمات بتاع منهج الإحصاء عندنا، وزي ما قلنا إن الإحصاء مادة سهلة جدا جدا جدا، وإن شاء الله إن شاء الله تكون درجاتها مضمونة لينا كلنا، ونكون من الناس اللي هتقفل الإحصاء وتجيب 50 من 50. انتهت حلقتنا، وكان معكم مستر فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم، شكرا لحضراتكم.